بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إله ما أثنى سبحانه وتعالى ما هذا سأل كذب كلمة كل يبلغ هذا الشيخ يا شيخ علي نيسود أفتماء هين سود إسقهر ويري سود لفت ونعاس ما دام القرآن لقى هاللي عبد الرشيد هذا ماش فديو علمي كان الشيخ عمر هو فديو وحن في ليا وحيك الوايس كنا في له مسألة ذا أما بموضوعة لي ديبي كوسابسا كالنتا معلمين تا كليهين تربية ذا يبريتان كقرآن ككريم كا أي بران أبتك وكالين أدوين معلنك عنو قلوك ياني أولا يري لفتي سمليهت اللدي سأياد ليدا معلن يدو حيتهي وعلاقن كسومالي يدو عادق أها عنو قمرك معلنك اللوك ياني وحالده جري لفتي سهجبني لكن لدي سواء لوحد قارسيسو من أجل القرآن مسموح وظوف السحنس انت أيضا تعظيمك وشيخ هذا كهلا أياكوب أيوكوب وتساني ما انت لفتر كذا انت أيضا أدو ومفو إن عانو قمرك معلنك اللو كينا ليرا ذا عانو قان وحا لوحد انتو لقالاني ويدي وقت كان iskuul la hatta magaynaayo qar go'ankaas qaato oo aad u badan ayaa jira macallinka marka calugaasno caas loo keenay oo mas'uuliyadda la saaray oo muqriyaadka iyo mulhiyaadka adduunka maanta jiro u jeedan inta calugii laga soo gooyay la yirmay aniga kitaabka laan u gooyay adiga ayaana muxuu aha noo dhaxayo macallinka waxa saaran wax sahlan ma ahan wa mas'uuliyad أمام الله تبارك وتعالى أن يرين ومسؤولية أمام البشر أن يرين عنو قاس انت اللو ييري سكول باو ييري انت وحاو ييري سوشال ميديا انت وحاو ييري كوبت انت وحاو ييري بقلال ملهيات ومغريات والد كلفتر كيسي الرماس ويسامينا لكن وحو يرم ميا وحاسوات أنت كمليه كتاب الله إنه برتأي أن معلم فلان وكو كاني دو كمرك كسارا وح سهلا ما أهن صومالي ذو حير هذا قف أما بانن علماء أما وذات وحتى لهبا قرر هذا يقول لعضي مال إلا نجود حرس حر لمفر مال ورابه لباحي سنونح بهله يدوبينهين أي قرر هذا كقول على دور نواجه توكل إلى عد كل جرت مر مجرت إن المركع إلهه وبتبادر إسي أتري هذا ولي بعد وح اللي وح رسحنا على تقانيت لا ما فراي أبدا مرك قفك معلن كأ وحالا ذا ما أنت لجوجا علمه أوبت كلا دايلوج عن جلي ما أنت إنه دداله إن لا فرا مرة أهم بق محيي لقفك أسرع يتاجنيه بوس كنا بيجنا صلى الله عليه وآله وسلم يتاجنيه نبينا عليه الصلاة والسلام مركي سورة اقرأ أما سورة العلق هي سورة المدثر وربي المسدد سبحانه وتعالى يعني وحي سمي وذكرني ثان إنه صحابة نبينا برا قرآن كي أيو استاغي دار الأرقم إم الأرقم أيو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كبري جريدتك قرآن كريمك مرك النبي جانا عليه الصلاة والسلام طبعا هي دور سنة أما طبعا سنة هي وليبة زيادة وقرآن كدتك براي دتك للروافد هي مالك لا وقرآن كلا جارسين كر والنبي جفرصات وهلي ولو فرصات يربح النقطة رقم معلمين أيو دياري وعلى رأسهم سيد الشيخ هذا نوشة جاي مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وارضاه سيد سنتهين قف مقري إلى يراهدو فأمد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحبوه مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وارضاه
نبينا عليه الصلاة والسلام سنة قبل الهجرة أما بعد البعثة سنة كوي تبنات مركي نبينا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أي وحوي من نقباء الأنصار رجي نبض نظرها الرئي أنصار وبيعة العقبة الأولى النبي يقول الله صلى الله عليه وآله وسلم مركي النبي يقول الله بلمي وحوق عن قليي وكدري موسى بن عمير رضي الله تعالى وارضاه مركز سيد الأوس سيدهاب الشيخ هذا نوشا جاي إيو وزير كيسي أي كسر إسلامين سيد بن حضير إيو حكسر إسلامي إيو سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنهما قرآن كأيو بريجري مقعي سنة المقري أي الويقاني رضي الله تعالى وارضاه مركب بوس كاس أيو معلن كمان تتهاجن هل كاس مركب مركي أد عنو أما الدكسي أما حلقة أما مدرسة قرآنية أجوكتا بوسك أطفال إذا أغو والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بوسكيسي مصعب بن عمير بوسكيسي قرآني أتقاني بوسكودي ما أنت شعب عبد الرشيد إي أبيه إي بوسكودي أي أطفال إذا مركا وفك مركو إنت أصدري مكدب أي وحي لو بهاني وقري كرا لكن قفك هدوبة دران سنين بوسك أفرديو ومرك قال لي يا بنو أركا مكان الترزق ملء محوها كحرك سلا هدو أركا خسر الدنيا والآخرة قف كاس والدنيا وبيلي آخرا وبيلي سد رفتا وما دين لقوي وحيسا وح بركة يلنا أما ملجارا معهن معلن كان الله ده معلن كي الله ده رجوي قنا راح وين تأي معلمين سو هنجرين أما أبي ألك سو هنجر وين قنا مرك قران ك شافين تلقاها أول رئيس علي جر معلن كان الله ده معلن كي الله ده وهكذا محيط هاي معنى هذا نينكاس بوسك وجو بوس أهلا مع تعليم كشيخ وهذا كورمي مركي لقى هذا كتاب القرآن الكريم كمركي لقى صورة رعية انت قمت قل قليه لصورة رعية هدي صار غفو وتابت أول أغلى غابة والإتساس هالو محوى علين جري تعظيم كقرآن كاللوقة روح علين جري تضبط السماء يا أغلى غاقي قرآن يوسن أغلى غاقي هل عليو يعني مركا بوس كاس أياد ما انت قلتها قلت مركا معلن القرآن إخوان الكرام وحيابها لابو قضب أيان إن شاء الله تعالى عليك سوى كوبية كلمة ذي ده قضب الكوبات هدفك أتقف قرآنك وحبرة وينو أغادة أرضي قام هدفك أضع عبريس وجيتك محالك أربا ما قرآنك أذيك وجري انت محوها صوبحي سا أدعانو بي أفكي سفرتكو شبته سيدي لك أربا هدفك أتقفك إنو فهمه وحبضن أو بضن أي أتريسا هدفك لك أربا وقضب قضب تنكوبات عنو قاس إنو وح صح آخرين كرو وح صح أهنا قري كرو إيو مصطلحات ككتاب كقرآن ككريم كإرسمي سقفك إنو برو وهدف أساسي عنو بقرة قاري عن قرآن كي قري كريم عن قرآن كي آخرين كريم أيا ما أنت لغي أبا إن لغي هرو مغالبا سو سورة قلمة سو واحد عكرمها تاسوى مهم تنلبات عنق إن ملك إلهي وحق لي سبحانه وتعالى إنه وحفظيه وإنه قبطه إلهي كو أبوري ملك ذا سمرك واجيت كير أو باهن إن بيلا ورابيه إن لفهره إن حوله إن يعنان يوحي لمدك أمن لو إستاق لغا إلهيه ملك ذا إلهي سبحانه وتعالى أو عنق ذا كو أبوري إن أدوك بعسه أو نحوها تببرته هدفك الله بعض والغاربة إن تحقي جسي كمتا تنسى دحاد عنق إنك كونت أم أتك أبورته إنه إلهي سبحانه وتعالى سبب أورميه إلهينا سبحانه وتعالى سبب إسقود إبو قرآن كوح الله وحي قصة جنة وسيدة أيضا أقاطه إنك أبورت أيضا نوح الله أربعة كمتا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين تنسى الدحات أما بطن أفراد قفك أرضيك إنو كسب سيو إنو سيو إنو كو أبورة أخلاق دا قرآن كريم كا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ربك يمحكو تلمامي وإنك لعلى خلق عظيم أخلاق أدوين آيات كسو كنت أي ربك يمحكو تلمامي سبحانه وتعالى خلق قاسم قرآن كي يلقى أعطي سيدة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها إلى ذهي كان خلقه القرآن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أخلاق دي سيدة قرآن كأيوها مركة قفك
معلمك وإنه كده داله إنه أهداف تاس أيضا يقرشس ومنه جارة محوها كده داله قدر كلابات إنه كده داله معلمك آداب حامل القرآن قف القرآن كحمبارسا آداب يتلقى يهب وسعد أي ليه تائن لجهله آداب كان أهو الرئيس والاستقامة على دين الله تبارك وتعالى استقامة دس إن لجهل قفك قرآن كتبتك بري هذه الصلاة إن نقطة صفك هروا إن إساقوا أسوه الرئيو هذه الصوم والنقطة النافلة واجبك هذا المرهن صوم كالنافلة وإن إساقا دتك لغوية قانا صوم كإنو النقطة هذه لغوية قانا ذكر إله سبحانه وتعالى إيا الله إلا حسن إساقا إنو دتك أوه الرئيو هذه محوها دتك صالحين تلغوية قانو إنا المبادرة إلى الخيرات والمسارعة وناجي خيرك إن لودك دقي دين تان إله سبحانه وتعالى وبرمت كذا إنه صفك ورئيسك كان نقضه قفك حامل القرآن كاستقامة دس وإن لجهله لذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما عند أحمد الإمام أحمد وابن أبي شيبة في مصنفه حليه هي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه منك أتقاني وين كنيف ملي علما حليه هي حوها بن قفك حامل القرآن ك إن لو قرتها بين كيسا مركي دادك أي خورين أيان يساق القرآن آخر وإن لو قرته مالي أنت مركي دادك حوها باشارة أيان يبيع عبا أيان عنا عنا أيان يساق وإن الصنك لو قرته دادك مركي إسلاح قلانها يسكم المان وإن يساق لو قرته وحاويا ورعيس يحلال مرن دي مديسا دادك مركي أي وحاويا فانيا ويمحوها قعمها أي سيدة إيقو بوبا وكرا السعدان يساق وإن لو قرته تواضع إلهي درتي سبحانه وتعالى إنه هص سقلبه ساس أيو ليه رضي الله تعالى عنه وضاه مركدتك قسل هي محوها فرحت إيرين رين أي كجران يستجنا أوهنتي سلو قرته قف كمرك وحويان حامل القرآن كأما معلم القرآن كأخلاق داس إيه أدابته وإلا جهره سيدوك قف كحامل القرآن ك وإن النصيحة هي إنه خير ميره قف كان أرضي كود دال هدي أي كان نقطة حالة دم علم كيو دم أنت المعلمين أيها وذا النهاية هدي أي كان نقطة وحق صار عليس عشر ككرت حسة صوغ الكرع هدي أي كان نقطة وحب ما ذن كرين وحب ما ذن كر سن أذي لكن مركز صوغ ليس أذي الله سبحانه وتعالى درتي هل كان صوغ لي أذو الله درتي سبحانه وتعالى يحط كل واقيس يحط كدينيس درتي الصعدة إن الأرضي كان كحساب تنتو إنه بوس كذي بوحيه إن الأرضي كان كحساب تنتو بوس كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنه بوحيه إن أوقات هذه ما أنت أيام يركض يبغى تجيسه ما أنت وحالك هلا يا قرآن كريم كا جاي كصومالية تجويد كيسة إيوه ولا جنتيسة شيخ علي الصوفي عليه رحمة الله نك إسقى ما أنت إنتان أو وناجه أركيسان ومشارق الأرض ومغاربها جارتي قرآن كاس السجع أيو بعد الله سبحانه وتعالى كصوم محب رقضي ما مرك ما كشك نيسان أنت سو أجره أنت سو أجره إيا أنت محوها كسي قرض نوتة إنه إله سبحانه وتعالى وقش باي هل كاس مرك إن اللي يسته ونصح جاس إني لكم محوها وأنا لكم ناصح أمين أنبيري أي نصح جاس قول كذا إذا عن كذا وهنجري قدر كأفراد عنو جاء تدرج إنه حلو برا، وطبعاً كي أيضاً مركز صحابة أي برتان كدي من العلم وهذا عمل كذا أي برنجرين سدوا كرا لقوا ضم حنقصوا جب جبين يا وقت وين يرد عفاي الصبر ثم الصبر ثم الصبر معلن كقرآن كريم كأ إنه الصبر أرضيه إنه الصبر والدك إنه الصبر عليسك أما قصة عليسك لقال سو وجه ولماذا وحيده يجرين من طلب الحديث أفلس قفك حديثك ضلبة يعني وحون نقضاء وخارقة سيده يجرين لكن قرآنك استبشروا من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما فعليه بالقرآن قفك الدون فلو إنه كدر جو قرآن كإله ماله سكسارة قف كآخرة إنه كدر جرمنا قرآن كإله ماله سارة اقرأ ورق ورتل
كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها ومن أرادهما الدنيا آخرين للسودة لقفك الرمان قرآن في إلهي مهلا سارة أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.